مرحبا بكم في موقع جربة سكول. معنا في حد نزول جديد جربة مدام محبوب المجلس السيسي اللي موجودة في جربة لينا في استضافة من جمهوري جربة. تمثل المداخلة تاعك كما ترى؟ لا، هي الندوة تاع اليوم باش نحاولوا نوصلوا للمواطنين شنو اللي خدمنا احنا في المجلس التأسيسي مدة هالسبع شهور هذوما في اللجان الدستورية. وأنا باش نحكي بالذات على اللجنة اللي أنا فيها اللي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما، وباش نقول لهم شنو النقاط الخلاف اللي ما بيناتنا احنا والكتلة حركة النهضة بالنسبة للنظام السياسي. كما تعرف الكل اللي فما توا خلاف بالنسبة للنظام السياسي وعندنا جدل كبير وما نجمناش نحسموه في وسط اللجنة، وباش يكون الحسم نتاعو في الجلسة العامة، وإذا بينا معناتها المواطنين يكونوا واعيين بالشيء هذايا، على خاطر إذا كان ما نلقاوش وفاق غدوة الدستور باش يتعدل للأساس، وإن شاء الله ما نخافوش من هذايا، ولكن إذا كان تعدى يلزم الناس تفهم علاش فما خلاف ثاني. سمعنا مؤخرا النظام اللي فما امكانيه التحاقم بمدى تونس، فالى اي وصلت خطوتنا؟ والله هو احنا مش الالتحاق بمدى تونس، هو فما تفكير في جبهه ديمقراطيه تلم المسار والجمهوري ومدى تونس والتيار الاصلاحي وكل ما هو معناتها العائله الديمقراطيه باش نعملوا جبهه بالنسبه للانتخابات الجايه. واحنا في المكتب السياسي فوضنا للمكتب التنفيذي باش يدخل في المناقشات مع نداء تونس، معناتها هذه هي اللي وصلنا فيها المرحله اللي وصلنا فيها. مازال ما فماش معناتها حاجات ملموسه بالضبط، ولكن بدينا نحكيو مع القوى هذه الكل كيفاش نجموا نعملوا جبهه ديمقراطيه مع الانتخابات الجايه. مؤخرا تم اثاره مدام الفصل 28 والمساواة بين المرأة والرجل. اي صحيح هو قاع ضجة بالكل بالنسبة للفصل هذايا، وهما كما تعرفوا فما زوج آراء، فصل للمرأة تكون مساوية والآخر هما قالوا المرأة هي كومبليمونتير معناتها مكملة للرجل والأسرة، وحتى في الأسرة معناتها دخلوا المرأة معناتها بقى هما 11 صوت بالنسبه للحكايه و9 صوت اللي احدى معناتها قلنا المراه والرجل مساوي هو، لكن راهو بالنسبه للجنه هذه تعطينا فكره اوليه ما ينجم يتبدل كل شيء معناتها في الجلسه العامه، وسيرتو اكثر حاجه وقت اللي المجتمع المدني يكون واعي وهو ياخذ مواقف كما ريتو اللي جاو فما وقفه نتاع النساء قدام المجلس السيسي وكل هذاك يخليهم اللي هما يتراجعوا في بعض الاحيان في حاجات. ان شاء الله معناتها هو هذايا مسوده اوليه مازالت باش تمشي في لجنه الصياغه، ومن بعد جينا في الجلسه العامه ونجم نبدل المشكله. مادام انت توا في جربه وجربه معروفه جزيره سياحيه كما المهديه اللي فيها منطقه سياحيه وتسليم في المهديه، كيفاش ترى مستقبل السياحه في ظل حكومة معناها النهضه ترى فيها دور كبير، واحنا نعرفوا النهضه صراحه موقفها عن السياحه مش واضحه واللي هي تحب نوعيه معينه من السياحه، كيفاش ترى مستقبل السياحه في تونس؟ فما برشا مؤشرات يخوفونا معناتها كما بالنسبه للحريات كما بالنسبه للسياحه، وذاك علاش احنا توا يلزمنا معناتها نكونوا متحدين الناس الكل مع بعضنا باش ما نخليوش المشروع هذايا المشروع اللي هما الرؤيه نتاعهم المجتمع اللي هي ماهيش كيما الرؤيه نتاعنا ويحبوا يبدلوا لنا نمط العيش نتاعنا الكل. انا نتخيل اللي تونس ماهوش ساهل باش يتبدل، والسياحه هي نعرفوها اللي تساهم في قطع كبير من الاقتصاد، ويغلطوا برشا اذا كان باش يمسوا السياحه معناتها. تصور هما يقولوا احنا نحكي معاه يقولوا لا ومش صحيح ومانيش باش نمسوا هذايا، ولكن نلقاو في التصريحات بعض منهم ولا في كيفاش يتعاملوا، حتى
شوية، هي مش حتى مثلا الملولي كيف نشوف كيفاش معناتها الرياكسيون بتاع الشباب نتاعهم على الفيسبوك، كيفاش زعما فاتر معناتها 10 كيلومتر يجيب ميدالية ذهبية لتونس ومعناتها كيفاش معناتها وازاي تحبيبي الغريب كيفاش ازاي معناتها تشوف اللي معناتها فما حاجات اللي يضحكوا معناتها خلطنا المساواة ياسر منحبوش معناتها تونس تخلط هكا ان شاء الله. طيب يقولوا مدام السيدة محزية تخص في حسن الليل ديما في طال مسؤولات مليون مرة والله أنا ما نجمش نجاوب معناتها بالضبط خاطر مالي هو نعرف اللي نعرف اللي رئيس المجلس يخلص مرتين قد نايم وهي تخلص مرة ونص نورمالمون قد معناتها مرة ونص نواب ونعرف اللي توا بعد مازالت ما جات شيء معناتها من توا من شهر أوت مش وليو نواب اللي مترشحين على الخارج يخلصوا ضعف اللي ناخذوا احنا معناتها بالدينار مش ولي زعما كان بوندورو يخلصوا كان احنا ناخذوا ملايين هما ياخذوا 4 ملايين في 2000 دونك هذايا اما باش نرى اريد معناتها هي مازالت ما خدتهمش راهو احقاق الحق اما باش تاخذهم يمكن. هم فرت اسمهم؟ اي مازالت ما خدتهم خاطر حتى التعديلات ولا عشريات مازالوا ما خدوش انا مارينا حتى شيء. يمكن معناتها. كيفاش لقيتي جو في جربه؟ هايله جربه انا ما نعرفهاش. كل مره هذه؟ جيت مره الجرزي توا 20 سنه دونك تعديت شويه انا ما نعرفهاش حبيت نهبط قدر الفيزوي نحب السوق ما حبوش يزود اما هيله فاكر احنا وهي احنا يذولي واهالي جربه في مهدية كيف معناها مفتحين على البحر ومفتحين على معناتها فما برشا تشابه معناتها حتى في الطبيعه وفي مرحبا بك يعيشك بارك الله فيك يعيشك